دوك يشيرو ضرب لي العيلة بنها فينا تخرج له الضرب على عينه من هنا. ما حساش نقول لك انا واحد درجه صات قلت لك الهستيريه في صنفر صفحه لي عن حماق مي فتحت عينيا كتقول لي ماما عمو ضربني ها فينا عندي ديدي هنايا بنتي عندها 4 سنين باقي ما كملتش 5 سنين ساكنه في عيل الحي يعني زنقه الصنوبر. لا ما عنديش لا ما كتخرجش الزنقه لا اصلا انا في الدار يعني ديما شاد عليها هاي داك تفرج تجي من المدرسه الدار شد الاولاد الدراري ساكنين حدانا كانوا مسكرين حدا باب الدار بني خرج قال لهم كانوا كيقولوا كلام ماشي مزيان قال لهم زعما بركه ما تسفهوا الدارجه ديالنا على حساب انا عندي ماما وخوتي والعائله ولاد عمي وكشي في الدار ننسى. المهم بداو معاه بمشدات كلاميه توصلتنا اليدين بداو كيضربوه ملي سمعت انا الغوت خرجت اللي خرجت كنجري المره الاولى رديت بنتي بحق المره الثانيه يعني تبعتني ملي شفت بنتي كيتضرب بغيت نفكهم يدهم تبعتني ملي بداو كيشيروا يعني هي شفره كبيره حسب السيف بداو كيشيروا ضرب لي العيله بنها فينا تخرج له الضرب على عينه من هنا. ما حتىش نقول لك وصلت لواحد الدرجه هستيريه بقيت كنغوت كنقولوا معيطوا حيت الدم دقا هيدا كينقص بقى كيفرف بحال الطروفه بقى كيعمل هيدا كيخرج بهذاك صافي بقيت كنجري كنقول لهم معتقوني غير بلامبيلونس ولا شي واحد عنده طوموبيل يطلع لي العيله للطبيب صدق عما هزه وجرى بها طلع عند الطبيب. لا في ديك الساعه جا عيطوا البوليس وجا مع هو دخل وشد على الباب جاو خرجوه من الدار حاله نفسيه يرثى لها. ونسينا الحاله ديالك ملي شفتي بزاف مزيونه وجهها ما حساش نقول لك انا واحد الدرجه صات قلت لك الهستيريه في صنفر صفحه لي عن حماق ملي شفت بنتي ديك الحاله هذيك خصهم اقصى العقوبات مادام الانسان كيهز في يده مثلا موس او لا شفره او لا سيف ولا اي حاجه خصو العقوبه. وبنتك ديك الشفره ما باقي عندها في راسها باقي ما كتهضرش ما كتهضرش كتقولي عمو ضربني ها فينا هذه الهضره اللي فاقت دابا مي فتحت عينيا كتقولي ماما عمو ضربني ها فينا عندي ديدي هنايا. لا زعما الحمد لله تعاطفوا مع العائله بزاف البارح لا من الدكتور ولا من الدكتوره ولا من الممرضين ولا من اللي في الانعاش كامل قال لي نطلبوا من الله خير قال ان شاء الله ما يكون غير خير الدكتوره ديالها قالت لي ما يكون غير خير. شكرا بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.